بدأ يتحرك خلاص اهو. جرب تعمل فيشنج تاني اهو يعني. والله انا حاسه لوز يعني، لو عملت حاجه له تعتبر رايه ارخم فول في العالم. نزله بالتويزر وخلاص. الضحيه خرج، هنجيبه بالليوبن يعني، هنجيبه بالليوبن. ايوه، امسك شد بسحب. لا، اعمل تايتنينج للواير الاول بقى يعني. انت حطيته في الواير، اعمل تايتنينج للواير. ايوه اسحب بقى الواير عليه لو دخل. هبدي الكنال الثاني. ايه لا، ما الكنال في الثانية مقفولة مش هيدخل. أنا خايف بس يرجع بينا كاني جوه الكنال، حطه بالتويزر وخلاص. يا عم تعالى. لا، ماشي. ها تايتنينج للواير بقى قبل ما تسحب. ماشي، في دنتين اتشال حول الفايل اهوت، في سبيس بدأ يتكون، بس السبيس ده مش كافي ان الاكستراكتور يمسكه. فانت عايز تنزل مور ايبيكال، عايز تنزل شويه كمان تكشف حوالي مثلا ملي كمان من الفايل علشان يقدر الاكستراكتور يمسكه. هنجرب بعد كده نعمل اكستراكشن. شغل تاني يلا. اهم حاجه زاويه البير مع زاويه الكنال، يعني ترافن بير ما ينزلش واقف عمودي والكنال مايله ديستال. ده احنا شايفينه في الاكس راي، هي مايله ديستال، فهنميل ايدينا سنه كده من الميزيال عشان تبقى ماشيه مع اتجاه القناه. ايوه وانزل بقى. ماشي اسحب بقى، اسحب وبص كده. تعال نجرب نمسك الاكستراكتور. تعال حاول تدخل الاكستراكتور على الفايل وتدوس كويس لتحت عشان تمسكه. لو مسك ما مسكش صح؟ تاني حاول مره كمان، ما بيمسكش. هنعوز ننزل بالسبيس مور ايبيكال شويه. السبيس اللي موجود مش كفايه، الفاين اللي ظاهر منه حوالي نص ملي ولا حاجه، عايزين يظهر ملي.